حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، في مشهد روتيني يرافق العراقيين طيلة أيام السنة تندلع النيران باستمرار في بغداد وباقي المحافظات. حوادث الحرائق لا تنفك في المشهد صيفا وشتاء، 70% منها بسبب التماس الكهربائي، وما تبقى عبث أطفال ونزاعات عشائرية وحرائق عمد وأخرى تسجل ضد مجهول. المديرية العامة للدفاع المدني تبين أن هناك جملة من الأسباب أبرزها الإهمال والتجاوزات وتشابك الأسلاك الكهربائية وعدم وجود صيانة دورية لمحولات الطاقة المنزلية التي تعد أغلبها في أو من مناشئ غير رصينة، إضافة إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة صيفا ما تسبب بزيادة نسب الحرائق لتحصد بلا رفق طيلة العام أرواح المئات وتخلف الآلاف من المصابين والمشوهين، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، ومفارقة كبيرة يتوجه لها رئيس الوزراء في نص بيانه الأخير فيما يخص إغلاق مركز شرطة كرادة مريم خلال اجتماعه بالمعنيين اليوم. البلد يعيش مرحلة مواجهة الإرهابيين وتتبعهم لبسط الأمن في البلاد، في حين مراكز الشرطة الخاصة بالمسؤولين الفاسدين تضعف فيها الإجراءات الأمنية، وهذا بحسب المراقبين يمثل خطرا كبيرا لا يقل أهمية عن الإرهاب. لذلك سارع بإجراءات المعالجة للحد من الاستهانة بتجديد المراقبة على الموقوفين الفاسدين من المسؤولين، وأمر بغلق مركز شرطة كرادة مريم مع إحالة المتواطئين بحادث التهريب جنبش إلى العقوبات والإجراءات القانونية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد، الضابط في قسم الإعلام مديرية الدفاع المدني المقدم حسام حمدان. أهلا بكم سيادة المقدم، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا بكم وتحية طيبة، وكل عام وأنتم بخير ولكل مشاهديكم ومتابعيكم الكرام. حياك الله. بداية، سجلتم في مديرية الدفاع المدني 4000 حادث حريق منذ مطلع العام الجاري. سيادة المقدم، شنو سبب هذا العدد الكبير من الحرائق؟ شكرا لهذا السؤال. مديرية الدفاع المدني عادة هنالك إجراءات تقوم بها من خلال إجراء الإحصائيات. الفصل الأول من هذا العام كان العدد 4000 حادث حريق حصل في بغداد والمحافظات. تعرف أن هنالك كثير من مسببات الحوادث الحريق اللي مثل ما أشرت بالتقرير الأول، أنه هنالك التماس الكهربائي، هنالك الإهمال، هنالك عبث الأطفال، عدم الالتزام بإجراءات السلامة والدفاع المدني. هذه كلها هذه المسببات تحدث ويحدث نتيجتها هذه الحوادث اللي أشرت لها، 4000 حادث حريق. لكن احنا هذه 4000 عندنا هذه السنة أفضل من العام الماضي اللي هي كانت أكثر من 6000 حادث حريق في بداية الفصل عام 2020. يعني قللتوا أو حددتوا من عدد الحوادث 6000 إلى 4000، هذا يعتبر يمكن تقدم يعني الحرائق، لكن شنو يعني إلى ماذا تعزون سبب هذا التقليص بعدد الحوادث؟ هذه التوعية بإجراءات السلام والدفاع المدني، الحملات اللي قامت بها مديرية الدفاع المدني ضمن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال نشراتها التوعوية
الإرشادية، أعطاء المحاضرات على الطلبة، الجامعات، الكليات، إقامة ندوات في المؤسسات الحكومية ضمن الإجراءات ضمن المراكز الدفاع المدني اللي هي إحنا أكثر من 227 مركز موزعة في المحافظات. يقوم ضابط المركز بإعطاء توعية وإرشاد من خلال الرقعة الجغرافية اللي هي هو يقوم بواجباته، المؤسسات الحكومية، الوزارات، المدارس، المستشفيات، كل هذا احنا حملاتنا التوعية ومتابعة إجراءات الكشف. الكشف هم من خلال مثلا إجراء الكشف يقوم ضابط المركز كشف وإعطاء محاضرة توعوية بنفس اللحظة لمن لصاحب المشروع، كان مشروع قطاع حكومي أو قطاع خاص، ضمن الإجراءات اللي نقوم بها. إذن يعني تعاولون كثيرا على مدى وعي المواطن والمؤسسات الخاصة أو الحكومية في التزامها بمعايير السلامة الخاصة من أجل تقليص هذا العدد من الحوادث. واحنا نتمنى اكثر استاذ بشار، نتمنى اكثر بعد توعيه، باعتبار انه اليوم احنا القطاع الخاص مو مثل القطاع الحكومي، القطاع الخاص توجد مخالفات كثيره وعديده من خلال الانشاء، المشاريع، المخازن، بعض الاسواق التجاريه، العشوائيات، لكن نعول على القطاع الحكومي باعتبار انه القطاع الحكومي اليوم احنا انا في جهاز الدفاع المدني نقدر انه من خلال المخاطبات الرسميه، من خلال التقرير السنوي للدفاع المدني، الحملات اللي نقوم بها، الزيارات اللي نقوم بها الى هذه المستشفيات او المواقع الرسميه باعطاء المحاضرات وكذلك توزيع البوسترات وتوعيه فرق الحمايه الذاتيه. اليوم اريد اشير على مساله فرق الحمايه الذاتيه. اليوم فرق الحمايه الذاتيه مديريه الدفاع المدني تختلف على مفهوم الدفاع المدني. كل المواطنين يعرفون انه الدفاع المدني عبالهم انه فقط عجله الاطفاء فقط، او انه واجباتهم يطفون كل الحوادث الحريه. لا، هذا المفهوم غير صائب، وانما مديريه الدفاع المدني تختلف على الدفاع المدني. اليوم مديريه الدفاع واجباتها ومهامها هي اطفاء الحرائق ضمن المناطق السكنيه والاسواق التجاريه ضمن الرقعة الجغرافيه الموزعه، لكن اكو هنالك وزارات تمتلك فرق حمايه ذاتيه هي معنيه باطفاء الحوادث الحريقه. شلون احنا في وزاره النفط، تعرف جنابك هناك مصافي عندنا، عندنا هنالك مواقع لخزن الوقود او المشتقات النفط، هذه المواقع وزاره النفط عندها فرق اطفاء، فرق حمايه ذاتيه، احنا هذا المسمى حتى يكون المواطن او المشاهد يعرف هذا المسمى، انه وزاره النفط تمتلك هذه الفرق. كذلك وزارة الصناعة، إذا صار عندي حادث حريق في مصنع معين تابع إلى وزارة الصناعة، أنا مو المسؤول على إطفاء هذا الحادث. أكو جهة خاصة بهذه الوزارات أو الدوائر هي تهتم. إذا ما سيطرت هذه الجهة، يكون إسنادنا إحنا يطلب مساعدة مديرية الدفاع المدني والتدخل في إطفاء الحريق. طيب، أرجع لك هذه النقطة مهمة، أرجع لك إلها سيادة المقدم، لكن أيضا نرحب بضيفنا عبر الهاتف المعاون المدير العام لبلدية الشعلة السيد علي حسين. اهلا بك سيد علي وكل عام وانتم بالف خير. واريد ان اسالك يعني عن بعض معاملات بناء وتشييد المباني والمنازل، يجب ان تمر على دوائركم البلديه حتى يحصلون على رخص لاكمال البناء او الترميم حتى البيع والشراء. طيب ليش المباني انشائها ما تنطون يعني رخص بناء انشاء المباني والمنازل دون الالتزام باجراءات السلامه والاطفاء والبناء العشوائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء كل عام وانت بخير، وايضا على جمهورك مستمعيك الكرام، وان شاء الله من هذا منبركم نحب نوضح لجمهورنا الكريم انه احنا هناك ضوابط تشييد في امانه بغداد الخاصه بالزراعيه والسكنيه والتجاريه. كل واحده من هذه المناطق لها ضوابط خاصه بها. بخصوص اللي الموضوع اللي سندويش بنال او اللي قط المباني، لا تمنح امانه بغداد هكذا مواصفات دائما. يا اما تكون البناء عباره عن طابوق اللي هو جدران حامله، او بناء هيكلي، او ستراكشر يكون ستيل ستراكشر عن طريق الجملونات، وهاي بالكيربي يعني تغطى بمواد يعني غير قابله للاحتراق. هو موضوع سندويش بنال هو اصلا
الموضوع يعني خارج عن الضوابط باعتبار المواد قابلة للاشتراء. نعم. يعني عفوا سريعة الاشتعال. طيب. أمانة بغداد بعيدة عن يعني ضوابطها بعيدة عن منح هكذا إجازة. طيب سيد علي، خلال منح الرخص والإجازات للبناء لهذه العقارات أو المباني أو المنازل، دققون قضية عدم وجود منظومات لمكافحة الحرائق وعدم التزام أصحاب المباني بمعايير السلامة الخاصة وخصوصا الخاصة بالحرائق وإطفائها؟ نعم، عندنا قسم الإجازات هذه الضوابط فقط في البنايات التجارية، أما السكن يعني ما يحتاج منظومة حريق أو كذا لأنه ضمن ضوابطنا ما موجودة. نعم. لكن البنايات التجارية نعم تدقق، وأيضا تدقق من قبل الدفاع المدني، يعني كل بناية تجارية تمنح ضمن ضوابط أمانة بغداد أنه يمر على الدفاع المدني ويشيك الخرائط ما تدققها، بها منظومة دفاع مدني، بها خروج اضطراري، بها يعني سلالم هروب، بها أشياء تدقق وتختم من قبل الدفاع المدني، وبعد ذلك تأتي إلى البلدية ليتم منحها إجازة بناء ضمن ضوابط أمانة بغداد. طيب سيد علي، أغلب هذه الحرائق تصير بالأسواق والمناطق التجارية، أغلب هذه الأسواق خصوصا الشعبية منها هي مشيدة كتجاوز، حتى طريق لمرور عجلات الإطفاء أو رجال الدفاع المدني ما موجودة. أكو خطة عند البلدية حتى تعالج هذه المشكلة اللي هي أسواق أو محل تجارية أصلا هي متجاوزة؟ نعم، إحنا مثلا من بركم هذا نحب نوضح للناس يعني. نعم. أصحاب الأسواق يعني هم مثلا يعني صارفين أموال مو طبيعية في هذه الأسواق، ولكن في لحظة يصير هكذا حادث مؤلم تروح يعني ضحايا أرواح وأموال وكذا، فإحنا حاضرين أنه ننظم هكذا، لكنه صراحة عدم الوعي للناس يعني صراحة بهذا الموضوع أدى إلى هكذا تجاوزات بحيث تعمل على أضرار كبيرة جدا. يعني أسواق عندنا شعبية كبيرة جدا مثل بغداد جديدة، مثل يعني مناطق أخرى شعب غيرها حصلت بها هكذا حوادث وصعوبة الوصول إليها من خلال دفاع المدينة والإطفاء بسبب هكذا يعني عدم وجود مسارك ومخارج لحالات الطوارئ. احنا حاليا عندنا سوق الساحة بالشعلة، حقيقة السوق كان غير منظم، سوق متجاوز. لا. سوق يعني الناس يعني متجاوزة عليه، حاليا احنا سيجناه يعني هدمنا المتجاوزين وانطيناهم مهله يعني او فتره معينه، وباشرنا بانشاء سوق يعني يبعدهم عن الشارع العام، وراح نخلي به يعني مداخل ومخارج نظاميه، وحتى يعني منظومه ماء ومجاري، ويعني نقدر نحاول نظم مجانا يعني من قبل دائرتنا البلديه موافقه من بغداد ان شاء الله مجانا، راح الأمانة راح تبني لهم هكذا سوق. يعني هاي كبداية لمنح هكذا أسواق كمساعدة الناس، لا يقولون أمانة بغداد زعلونا وعافونا وإحنا أصحاب أرزاق وكذا. إحنا حاليا بننظم سوق، وأنا هسه مشرف عليه سوق الساحة بالشعلة، وإذا تحب قناتكم الموقرة إنه تزورنا وتشوف تطورات وتصميم السوق، والناس فرحانة بهكذا موضوع. الشكر الجزيل لكم معاون مدير بلدية الشعلة سيد علي حسين، كنت ضيفا كريما، شكرا لك سيد علي. أعود لك سيادة المقدم، يعني قضية البلدية مدى تنطي رخص لإنشاء مباني ومنازل مخالفة لإجراءات السلامة، ما موجود بها مكافحة أو منظومات السلامة وأطفاء والبناء العشوائي، طيب كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟ الدفاع المدني يقدر يفرض إجراءات قانونية أو عقوبات على أصحاب هؤلاء المباني؟ شوف أستاذ بشار، يعني ضيفك الكريم عبر الهاتف أشار إلى نقطة مهمة، أنهم حين إصدار إجازات البناء لإنشاء المشاريع التجارية يجب أخذ رأي الدفاع المدني، عرض المخططات والتصاميم على مديرية الدفاع المدني. هناك عندنا في مقر المديرية قسم الدائرة الهندسية يتم من خلاله مع معاونة الإطفاء والسلامة توزيع منظومات الإطفاء
والسلالم الطوارئ ضمن هذه التصاميم، نخلي يعني المشروع من يعرض ان هذه المخططات احنا نحدد توزيع هذه المنظومات الاطفاء الملاجئ ضمن قانون الدفاع عن المدى 44/2013 حسب الماده 30 الفقره الثالثه، انه يجب عرض هذه المخططات. يعني احنا بالتنسيق والتعاون مع اماره بغداد، هذا عمل يعني احنا ويا اماره بغداد. لكن النقطه المهمه انه هنالك بعض المشاريع العشوائيه التي تم انشائها بدون علم اماره بغداد وكذلك بدون علم مديريه الدفاع المدني. هذه المشاريع تم انشائها قبل يعني بعد 2003، تعرف الفوضى اللي صارت، فكثير من المشاريع اللي والاسواق التجاريه العشوائيه اللي صارت هذه لم يتم معالجتها من قبل اماره بغداد. احنا نطلب من اماره بغداد ودائره ووزاره البلديات في كل المحافظات معالجه هذا بالتنسيق والتعاون مع مدير الدفاع المدني. يوم انه مثلا ضيفك اشار انه سوق الساحه، يعني سوق الساحه انا اعرف تفاصيله انه مجرد بسطيات، وهذه البسطيات اين يعني مثلا وين منظومات المجاري او المياه والهذا؟ لحد الان ماكو اي شيء احنا نشوف على ارض الواقع. نريد احنا حتى لو تم انشاء سوق، والسوق يتم انشائه من خلال الساندويتش بانل مخالف لاجراءات السلام والدفاع المدني حتى من اماره بغداد. هنالك تعميم من مجلس الوزراء، تم تعميمه لكل الوزارات، ومديرية الدفاع المدني أكدت عليه وكذلك هيئة الرقابة المالية، لكن بعض الوزارات بعض المؤسسات لم تلتزم بهذا هذه نقطة مهمة سيادة المقدم. يعني قضية أو مشكلة الساندويتش بانل أو المواد القابلة للاحتراق بشكل كبير أو المواد التغليفة الديكورية وغيرها، ليش أكو إصرار على استعمالها من قبل دوائر الدولة والقطاع الخاص رغم المخاطر الكبيره اللي باعتبار انه شنو هي رخيصه الشراء وسريعه الانشاء بسرعه انه تنشئ انت غرفه او مثلا كرفان معين او بعض هذا. احنا تعلم حضرتك يعني احنا بال 2019 نهايه 2020 21 المستشفيات اللي تم انشائها من هذه الماده، باعتبار انه كانت جائحه كورونا والوضع البلد، حتى الوزارة استثنينا بعض الوزارات لأنه الحاجة الماسة، باعتبار أنه المستشفيات لم تسع الراقدين في المستشفيات، فتم إنشائها بالتنسيق والتعاون مع العتبة الحسينية والعتبة العباسية. بعد ذلك من خصة الجائحة تم تعميم كتاب رسمي من مديرية الدفاع المدني بتوقيع مع الوزير الداخلية منع بعد إزالة هذه المستشفيات، والتزمت وزارة الصحة بإزالة. لكن بعض الوزارات لا، هسه اذا تروح انت بعض موجود عندهم بعض الـ 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 المباني او بعض الغرف اللي تم اضافتها مثلا للطابق الثالث او الرابع في هذه المؤسسات، هذا مخالف لاجراءات السلام والدفاع المدني. والنتيجه شنو؟ يقول لك يابا انا ما عندي ميزانيه، انا يعني استغل هذا الشيء يعني رخيصه الانشاء بسرعه معينه، لانه اذا انشا مثلا فد غرف او هذا احتاج الى مبالغ كثيره، فانا السندو سريع، لكن هو ما يدري بالنتيجه هو خطر علي من على المؤسسه وعلى مثلا مخزون مثلا المواد او مثلا على العاملين في تلك المؤسسات الحكوميه. طيب نبقى بالمؤسسات الحكوميه، اغلب حوادث الحريق يمكن كلها حوادث الحريق في دوائر الدوله المؤسسات الحكوميه هي بسبب التماس الكهربائي خصوصا في دوائر الدوله. حدثنا عن الدفاع المدني او الاقسام الخاصه بالسلامه والدفاع المدني في دوائر الدوله، ذكرت انها ومن مسؤوليه الدفاع او مديريه الدفاع المدني، هناك دوائر واقسام خاصه بهذه الدوائر او الوزارات. فعلا هذا الشيء، يعني احنا هذا اكد عليه باعتبار انه انا قلت لك توجد ضمن قانون الدفاع المدني فرق تشكيلات فرق الحمايه الذاتيه. هاي التشكيلات في كل يعني في قسم السلام والدفاع المدني في كل وزاره اكو عندهم هذا القسم، وهو مسؤول على تشكيلات فرق الحمايه الذاتيه، باعتبار انه اذا اي مدير دائره ضمن قانون الدفاع المدني 44/2013 الماده 35، اذا احنا اجرينا كشوفات مثلا على دائره معينه على مصنع معين، وهذا المصنع صار به حادث حريق، وهذا حادث حريق ادى به الى مثلا عفوا الى مثلا انهيار او مثلا وفيات توجد، من يحاسب؟ يحاسب
مدير الدائرة باعتبار أنه مدير الدائرة هو الرئيس الأعلى للدفاع المدني في تلك الدائرة، وكذلك حتى وزير هذه الوزارة هو باعتبار أنه هنالك مدير الدفاع المدني أكو تقرير سنوي يتم تعميمه على كل الوزارات بتوقيع معالي وزير الداخلية المحترم، نبين المخالفات الخاصة بالمؤسسات الحكومية. لا. هذا التقرير من يذهب إلى مثلا وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة الصناعة، نحدد بين مخالفات المؤسسات الحكومية لهذه الوزارة. بالمقابل تتجاوب هذه الدوائر والوزارات أكو إجابة الحمد لله، أكو إجابة من يعني السادة الوزراء، السادة المدراء العامين، لكن بالصورة البطيئة وليس بالصورة السريعة اللي إحنا نأمل أن تكون هنالك إجراءات صارمة وسريعة بتطبيق. المشكلة شنو يعولون عليها؟ أنه لا توجد تخصيصات مالية ضمن الموازنات للدفاع المدني في تلك الوزارات. يعني احنا نروح مثلا وزارة التربية يقول ما عندنا احنا تخصيصات مالية للدفاع المدني. احنا طالبنا هم من خلال سيد مدير الدفاع المدني، من خلال سيد معالي وزير الداخلية المحترم، ضمن الموازنات انه تخصص في كل الوزارات باب صرف المال للدفاع المدني حتى يتم صرف باعتبار انه هو فقط صرف. سياده المقدم، اكو دوائر دوله عندها منظومات اطفاء حرائق موجوده لكنها بها خلل بسيط معطله، هم هي اجراء مهمله، اي اجراء الصيانه عليها، شراء عجلات، يعني شراء عجلات دفاع مدني باعتبار انه اكو احنا هسه عندنا محطات الكهرباء، اكو محطات انشئت جديده تحتاج الى عجلات دفاع مدني. احنا هاي منو المعني بها؟ وزارة الكهرباء وليست مديرية الدفاع المدني، لأن يعني هم واجبهم أنه ضمن تشكيلات فرق الحماية الذاتية يجب توفير عجلات مراكز أطفاء لهم في وزارة الكهرباء، في وزارة الصناعة، مثل ما في وزارة النفط، باقي الوزارات، هذا يجب أن يفعل تفعل هذه الفرق بالصورة الصحيحة والتشكيلات ويكون عملها جدي. وكذلك نؤكد على من خلالك أستاذ بشار أنه خفر الدفاع المدني يوم إحنا خفر الدفاع المدني مهم، يعني في مصنع معين، في مصنع غزل أو نشيج، لابد أنه يوجد، هم يخلون الحرس هو يعتبرونه هو خفر الدفاع المدني ممكن. وهذا خطأ. أو مثلا بعض الأشخاص اللي هم عجزة أو هم كبار السن أو هم يكونون يعني مرضى يخلونهم ضمن هاي التشكيلات، وهذا خطأ فادح. بالنتيجة يهمل عمل هذه التشكيلات. إحنا يكون إحنا عملنا أو واجبنا تدخل إسناد هذه الفرق، يكون هم طيب مو الأجدر بهذه الـ يعني أصحاب المنازل، أصحاب المباني، إدارات هذه الدوائر والوزارات، أن قضية الوعي لمخاطر مثلا التعامل بالكهرباء مع يعني بعض إجراءات قوانين أنتم ناشريها للدوائر الحكومية وللأهلية وللمنازل، بعض إجراءات مثلا إطفاء الأجهزة الكهربائية، استعمال مواد كهربائية من مناشئ رصينة، عدم ترك جهاز كهربائي وحواسيب وغيرها، وإنارة غير ضرورية تعمل في عدم وجود شخص يستعمل الغرفة مثلا. أستاذ صح، هذا كله هو كله احنا باب التوعية. احنا اليوم احنا التوعية الوقائي اول شيء، حدثنا بالتوعية بشكل مفصل. التوعية انتم حملات توعية كبيرة في مديرية الدفاع المدني، اليوم احنا اكو تقبل من المواطن والدوائر لهذه الحملات؟ اليوم احنا السيد مدير الدفاع المدني المحترم اللواء محسن الكاظم عليك اطلقنا ان شاء الله يوم غد حملة لكل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حملة اجراء كشوفات متابعة المن نأكد على تطبيق إجراءات السلام والدفاع المدني وإحالة المخالفين لجلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني للقطاع الخاص، وكذلك متابعة القطاع الحكومي لتطبيق إجراءات السلام والدفاع المدني. هاي ضمن إحنا، وهنالك عندنا صفحة خاصة في الدفاع المدني، صفحة رسمية توع، وأكو عندنا على السوشيال ميديا، وعندنا برنامج خاص بالدفاع المدني في قناة العراقية الحكومية الرسمية، برنامج رسالة الدفاع المقدم هذا البرنامج، باعتبار أنه اليوم إحنا ننشر كل الإرشادات والتوصيات الخاصة بإجراءات السلامة. بدأنا يعني من رياض الأطفال إلى كل المؤسسات، إلى يعني بكل الفيضانات، الحوادث الكثيرة، الانهيار البناء، كلها احنا انطينا ارشادات وتوصيات. لكن المواطن احنا المواطن يكون شريك المال للدفاع المدني، يجب ان يتابع هذه التوصيات، يتابع هذه الارشادات، يتابع كل ما يصدر عن مديرية الدفاع المدني في سبيل شنو؟ يأمن نفسه ويأمن عائلته والحفاظ على امواله وممتلكاته، ويحافظ على المصنع مالته او المعمل او المحل او
اي مؤسسه كان يمتلكها هذا الشخص، وحتى القطاع الحكومي. احنا نشوف القطاع الحكومي، الساده الوزراء، الساده المدراء العامين اهتموا في الاونه الاخيره في سنوات يعني الماضيه، اهتموا باجراءات السلامه. شفنا الحوادث اللي حصلت، شفنا الحرائق اللي حصلت اللي راح نتيجتها ضحايا كثيره. فالساده الوزراء اهتموا بمجال الدفاع المدني واجراءات تطبيق اجراءات السلامه في المؤسسات، في المستشفيات، في المعامل، في المصانع. لكن احنا نريد ناكد بعد اكثر على تفعيل فرق الحمايه الذاتيه، تطبيق اجراءات، توفير منظومات، توفير عجلات الدفاع المدني لهذه المؤسسات، حتى احنا نحافظ على البنى التحتيه الخاصه بهذه المؤسسات، الممتلكات العامه والخاصه، حتى لا نخسر ضحايا ولا نخسر بعض هذه الاموال او الممتلكات اللي هي بالنتيجه هي خساره لاقتصاد البلد. هاي احنا كاحنا مدير الدفاع المدني، واليوم احنا قلت لك التوعيه والباب الوقايه، احنا العام الماضي كان 6000، اكثر من 6000 حادث حريق في الفصل الاول، لكن هالسنه 4000. هذا انجاز للدفاع المدني، لانه إلى منصة إعلامية، واليوم أنت جنابك الكريم منصة الأيام، هذا برنامجك هو توعوي بالنتيجة، هم يوعي السادة المسؤولين، المواطن العزيز، عوائلنا، نسائنا، أطفالنا، يوعي على إجراءات تطبيق إجراءات السلامة والدفاع المدني. هذه كلها رسائل إحنا حتى عبر يعني عبر رسائل حتى نصية عبر الموبايل، إحنا اليوم رحنا للمواطن، نزلنا إلى المدن الشعبية، طرقنا أبواب البيوت في سبيل أنه نعلم ربة البيت كيفية استخدام مطفأة الحريق، كيفية أطفاء الحادث الحريق إذا كان في المطبخ. هذه كلها سوينا مشاهد تمثيلية توعوية، كلها بالنتيجة هي نحتاج إلى هم كذلك الدعم الإعلامي بعد أكثر، نريد جهد إعلامي بعد أكثر نريد، لكن احنا متابعة المواطن انه ضروري جدا. هذا من يعني من الضروريات جدا ان نهتم بمسألة الدفاع المدني واجراءات السلامة حتى نحافظ على انفسنا وعوائلنا الكريمة وممتلكاتنا العامة والخاصة. ونتمنى السلامة للجميع، والشكر الجزيل والكبير للجهود والتضحيات الكبيرة اللي بذلوها ابطال الدفاع المدني في محاولة إطفاء هذه الحرائق وإنقاذ الأرواح والأموال. والشكر الجزيل لكم الضابط في قسم إعلام مديرية الدفاع المدني سيادة المقدم حسام حمدان، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. شكرا. وكل عام وأنت بألف خير. إذن مشاهدينا، الرادع الذي تضعه حكومة الخدمات في محاربة الفساد كانت مغيبة في الحكومات الماضية، فمركز شرطة كرادة مريم طوال تلك المدة كان محل إيواء الفاسدين والمسؤولين وليس لمحاسبتهم على جرائمهم، وبالتالي اليوم الحكومة تضع الحد بغلق المركز. هذه الخطوة التي أشد بها المراقبون ووصفوها بالخطوة الصادقة للحرص على نشر الأمن وعدم استثناء المسؤولين من العقوبات. لا خطوط حمر على أي ملف فساد في حكومة الخدمات. تصريحات رئيس الوزراء تشير إلى جدية محاربة الفساد في المرحلة الراهنة، ولم يستثنى من ذلك كبار المسؤولين لما رأى من مركز شرطة كرادة مريم مرتعى للمجرمين الفاسدين وسكنا لهم. استدعت الضرورة وفق رؤية المراقبين لخطوة رئيس مجلس الوزراء التي وصفوها بالقانونية والجريئة. أغلق المركز لاتضاح التهاون وضعف الإجراءات الأمنية التي تكاد أن تضع البلد في إشكالات خطرة يوما بعد آخر. وعقب الاجتماع الذي ترأسه القائد العام للقوات المسلحة مع الجهات المعنية الأمنية، وجه العقوبات والإقالات استنادا لتقرير تفاصيل عملية تهريب سعد كنبش التي تمت قبل أيام، إضافة إلى نقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل وكبار الفاسدين الموقوفين فيه إلى مراكز توقيف أخرى، وإلغاء أي خصوصية في التعامل معهم فلا تفاضل بين المجرمين. أما إعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية ومحاسبة المقصرين المتواطئين مع المجرمين، خطوة يرى المتابعون انطلقت من حرص الحكومة على إنقاذ وإصلاح الواقع الأمني من فساد المسؤولين لتحقيق استقرار أمن البلد، وبالتالي زعزعة الأمن تمثل حالة من الرعب والهلع لدى المواطن. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني، وكذلك عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي السيد قاسم العبودي. أهلا بكما وكل عام وأنتم بألف خير. وأبدأ معك سيادة العميد، كل عام وأنت بخير. يعني قضية إغلاق مركز شرطة كرادة مريم اللي هو مخصص لإيواء أو حجز أو توقيف المتهمين بقضايا فساد وغيرها من القضايا، خصوصا للمسؤولين والمسؤولين الكبار اللي يمكن وضعوا هذا المركز خصصوه لأنه قريب على المنطقة الخضراء الموجودة بها الدوائر المهمة وهؤلاء المسؤولين، لكن شنو سبب إغلاقه؟ ليش ما يتم اتخاذ غير إجراءات معاقبة المسؤولين عن تهريب السجناء أو قنبش وغيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا جماعة مشاهديكم الكرام، حيا الله كادر قناة الأيام المحترم، واسمح لي من خلال منبركم الحر أن أوجه التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي الأبي بمناسبة عيد رمضان الكريم. نتمنى من الباري عز وجل أن يعيده علينا بالأمن والأمان وتحرير العراق من أي دنس أجنبي يعبث بأمن العراق. الحقيقة مركز شرطة كرادة مريم وجه دولة رئيس الوزراء على محاسبة وتوقيف مدير قسم مركز شرطة الصالحية اللي هو مدير قسم الصالحية مسؤول عن 3 مراكز من ضمنها مركز كرادة مريم ومركز الصالحية اللي يقع أمام وزارة الخارجية العراقية، كذلك مدير المركز ومدير الخفر ومدير الموقف، وقفهم لإجراء تحقيق، هذا بأمر معالي وزير الداخلية. لا، وبالتالي يبدو أن هنالك خروقات، لكن بالمناسبة هذا المركز كان يعتبر موقف أو معتقل لكبار المسؤولين العراقيين بعد 2003. يعني إذا لاحظنا كانت أول جريمة تهريب بأمر من الإدارة الأمريكية كان وزير الكهرباء إيهام السامراء حينما اتهم بقضايا فساد، وبالتالي تم الحكم عليه وتوقيفه في مركز شرطة كرادة مريم، ثم أتت الهمارات الأمريكية وخرجته بالقوة من هذا المركز ورحلوه إلى خارج العراق، ثم تلتها بعدها فترة يعني من 2020 تقريبا حكم على أحد الشخصيات القريبة من رئيس الوزراء الكاظمي في حينها وهو شقيق المرافق الشخصي الكاظمي بحكم 5 سنوات وشهر لسرقة 50 مليون دولار من مصرف TBI، وبالتالي أودع أيضا في هذا المركز، ثم يقال أنه هرب إلى شمال العراق، وبالتالي من هنالك يعني هذا خرق دستوري مكتب رئيس الوزراء في حينها، وتمنى أن يفتح التحقيق في هذا الموضوع. ثم أتت جريمة تهريب المجرم سعد قنبش من هذا السجن، وهو بالحقيقة يعني تشير وأيضا تثير بعض التحفظات، لأن هنالك كان تصريح قبل فترة قريبة من المقبور سعد قنبش على أنه حين إذا لم يطلق سراحي قبل عيد الفطر المبارك سأفتح ملفات كبيرة وبالأدلة والبراهين، وهناك كان يقصد شخصية معروفة، شخصية بمستوى عالي جدا، شركاء له نفوذ يعني كبير جدا بالتنفيذية، هو طيب. كان يقصد الشخصية كبيرة جدا على رأس التنفيذية، طيب، وكان يكشف أيضا يعني بعض الخروقات لبعض الشخصيات الحد الأدنى، لكن الحد يعني الأقل من هذه الشخصية، لكن كان هنالك ملفات ربما كانت تثير وتسبب مشاكل كبيرة لشخص مهم جدا بالتنفيذية. فأعتقد يعني طيب. عملية التهريب كانت واضحة أنه تقديم دعم خارجي وأيضا من الداخل كان هنا وزير الداخلية عدة إجراءات لمعالجة هذا الموضوع، لكن قضية قرار رئيس الوزراء إغلاق مركز الشرطة في هذه المنطقة، طيب هذا مركز الشرطة مو بدعاوي، هو أكو قاطع في هذه المنطقة هذا المركز مسؤول عليه؟ يعني أنا الحقيقة المعلومات اللي وردت إلي إغلاق الموقف الخاص بالفي آي بي مو إغلاق المركز، مو المركز، المركز باقي يمارس مهامه كمركز شرطة عادي، لكن هنالك سجن في اي بي، وهذا السجن واعتقد يعني ستكون هنالك او سيكون هناك تغيير الكادر العاملين في هذا المركز ابتداء من الحرس الى مدير المركز الى بعض الشخصيات. طيب يعني المواقف هم بها في اي بي وعاديه، خلي انتقل بهذا السؤال. شوف بس اسمح لي في هذه الجزئيه اذا سمحت. تفضل. الحقيقه هذا مو موقف، هذا سجن، وهنا فرق بين السجن والموقف. الموقف حينما يودع به متهم نعم. على ذمه تحقيق معين، وبالتالي يفترض طيب. ان يخضع الى بعض الإجراءات، لكن السجن حينما يحكم على المتهم ويصبح مدان ويصبح متهم والمفروض يتحول إلى التسفيرات، وهذه مخالفة دستورية، لأن المحكوم من قبل القضاء العراقي يفترض أن يرحل إلى سجون وزارة العدل مو إلى سجون وزارة الداخلية. وزارة الداخلية
ينتهي وتنتهي مهامها حينما يتم الحكم على المتهم من قبل القضاء العراقي. طيب واللي كان يسبب كرادة مريم شنو؟ استغلت ثغرة قانونية، لأنه الحكم لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بعد مرور شهر. لأن يعني من المحتمل أن تكون محكمة التمييز قد تميز القرار، أو ربما محامي المتهم يميز القرار. هاي الفترة تحديداً المفروض ينتقل إلى سجن تسفيرات. لا أي بالضبط، يحول إلى التسفيرات لحين ما يتم اكتساب القرار الدرجة القطعية، من ثم يحول إلى سجون وزارة العدل. رحب بك مرة أخرى سيد قاسم، كل عام وانت بألف خير. ألف خير إن شاء الله. مثل ما سمعت موقف أو سجن في آي بي، يعني مراكز شرطة خاصة بالمسؤولين الفاسدين أو المسؤولين بشكل عام، ليش تضعف بها الإجراءات الأمنية؟ أو يمكن كلنا سامعين والبعض من عندنا شاهد أنه أكو في هذه المراكز أو هذه المواقف أو السجون المسؤول ما ينحجز بزنزانة، يطو غرفة وبها تبريد وبها تلفزيون وبها خدمات كاملة، وأحيانا تبقى مفتوحة المسؤول يقدر يطلع ويرجع للمركز براحته. ليش الإجراءات الأمنية بها ضعيفة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم والمشاهدين الكرام بألف خير. تحية طيبة للأستاذ عدنان الكنان الضيف الكريم. سيدي الكريم، نعتقد أنه موضوع الفي آي بي في هذا السجن أو في هذا المركز تحديدا هو نوع من الترف السياسي الذي عملت عليه المافيات السياسية حقيقة، وهو عنوان كبير للفساد. يعني افترض اليوم هذا السجن لما يكون هنالك لدينا شخص متهم بجرائم أو متهم بإدانة جرمية، يفترض أنه يعامل كمواطن عراقي وأن تسلب منه بعض الصفات، إن كان نائب بالبرلمان أو كان وزيرا أو كان سفيرا أو كان رئيسا لكذا وكذا، فيفترض أنه يجرد من هذه الألقاب. لكن للأسف الشديد الفساد يعني ضرب أطناب العملية السياسية وكل مفاصل الدولة العراقية إلا ما رحم ربي. لذلك نقول أنه هذا الشيء الذي نسمع عنه، أنه ربما المواطن لم يعرف أنه هنالك جناح في آي بي في أحد السجون أو في أحد مراكز الشرطة خاص بالمسؤولين، أعتقد أنه إغلاقه من قبل دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خطوة بالاتجاه الصحيح، باعتبار أنه هنالك لدى الرجل رئيس الوزراء برنامج يعمل على إكماله إلى آخر يوم في استيزاره لرئاسة الوزراء. لذلك نقول الجهود منصبة اليوم لمكافحة الفساد، وهذا السجن وحيثياته والأمور التي رافقت عملية خروج أو هروب أو اختطاف السيد قنبش من هذا المركز، أعتقد هو يعني باب من أبواب الفساد على الدوائر الرقابية وعلى مفصل رئاسة الوزراء تحديدا أن يغلق هذا الباب حتى يشعر. طيب المواطن، لكن سيد قاسم، تعتقد أن الإجراءات إجراءات رئيس الوزراء ووزير الداخلية كافية اليوم بعد أن سارعوا لمعالجة الحد من الاستهانة بتجديد المراقبة على الموقوفين الفاسدين من المسؤولين، تعتقد هذه الإجراءات كافية لمنع هروب الفاسدين؟ حقيقة يعني الإجراءات التي قام بها السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية المحترم حقيقة يعني هي حلول ترقيعية، لكن يعني ليس في الإمكان أفضل مما كان كما يقال في المثل الدارج. لذلك نقول أنه هذا اللي يعني حصل عليه السيد وزير الداخلية وهذا اللي قام بفعله، يعني ليس لديه يعني إجراء آخر ممكن يتخذه حتى يعني يغلق هذا الملف. لذلك نقول أنه عند إغلاق المركز وإغلاق يعني عفوا جناح الفي آي بي في هذا المكان، أعتقد يعني هو رادع لبعض من الذين يعني يحاولون يعني حقيقة اصطياد الأمور بالطريقة يعني الماكرة إن صح التعبير. لذلك أقول أنه سيد وزير الداخلية والسيد رئيس الوزراء بإغلاقهم لهذا الجناح غلقوا باب من أبواب الفساد الذي من خلاله ينفذ الفاسدون حتى وإن كانوا مدانين بمسائل جرمية. نعم، أعود لك سيد عدنان. إجراءات رئيس الوزراء وخصوصا إجراءات السيد وزير الداخلية، تعتقد أنها أثارت ضغينة بين علي السيد الوزير وكذلك سيادة رئيس البرلمان حول هذه القضية تحديدا؟ شوف عزيزي، أنا شوية راح أبعد عن الإجابة بإجابة أخرى، يعني هي مقاربة لكن توصلنا إلى نفس النتائج. تفضل. الحقيقة لحد الآن أنا كقراءتي كمراقب، دولة رئيس الوزراء يعمل بأكشنات دون الوصول إلى الحقيقة أو معالجة جذرية للمشاكل، وهذا يفترض أن ننبه رئيس الوزراء
لان ما يعمل به لا يمر على الكل، ربما يمر على ضعاف العقول او ربما غير الناضجين او ربما للمراقبين الذين، وهنالك ايضا فوج اعلامي يحاول تجميل ما يقوم به. نعم. لكنه يجب ان ينتبه دوله الرئيس على اننا نراقب تحركاته واعماله، لاننا نثق به اولا وثم نتوسم به خيرا، وعليه لا يخيب الظن، يعني لا يخاب ظننا به، لانه ان خاب ظننا به سنحاربه وبشراسة. اقول انه دوله الرئيس عليه ان يعالج المشاكل من الاساس، لا يذهب الى الحلول الترقيعيه. هنالك مجرمين كبار، هنالك فاسدين كبار، هنالك اناس فاسدين توغلوا الى السلطه التنفيذيه، هنالك ضباط قاده متحزبين يعملون في وزاره الداخليه ووزاره الدفاع والامن الوطني وكذلك جهاز المخابرات الوطني العراقي. عليه ان يعيد التقييم بهذه المؤسسات الامنيه المهمه، ثم يقوم بمقاضاه ومحاسبه واخراج طرد، ولا نتحدث هنا عن اقاله او تدويره الى منصب اخر، وانما يطرد فورا كي يكون عبره لمن اعتبر. كل الذي جامل على حساب سياده العراق وعلى حساب دماء العراقيين وتستر على مجرمين ولديه ارتباطات مخابراتيه مع احزاب سياسيه او كتل سياسيه، ويجب ان يبعد كل الذين او ضباط القاده الكبار او القيادات الميدانيه التي فرضتهم الاحزاب السياسيه والكتل السياسيه والجهات المخابراتيه المرتبطه بالسفارات، وهنا اتحدث عن السفاره البريطانيه، السفاره الامريكيه، السفاره السعوديه، السفاره التركيه، وهذه معلومات واضحه جدا. هنالك من يعمل لهذه الدول، وهنالك من يتستر ويجامل على حساب العراق، والتستر احيانا ظاهريا هو يعمل كانه وطني وبحس وطني، لكنه بتعطيل مشروع بسيط، تعطيل منظومه الدفاع الجوي باختلاق الاساليب والمبررات، هذا يعتبر تآمر على العراق. اضعاف القوة الجوية العراقية وابقائها ركيكة وضعيفة، هذا تآمر على العراق. الغاء المدارس الحروب الجبلية وابقاء قوات المسلحة العراقية غير مهيئة للقتال في المناطق الجبلية، هذا تآمر على العراق. تعطيل عملية التسليح والتجهيز القوات المسلحة العراقية بإيجاد مبررات معينة، هذا تآمر على العراق. شل منظومة التصنيع الحربي. لا خليني إذا تسمح لي أقاطعك، يمكن توسعت كثيرا سيد عدنان، لكن أرد أرجع ذات سؤالي، وهل هناك خلاف فعلا ما بين السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية مقابل رئيس البرلمان، وهناك اتهامات لرئيس البرلمان بالتواطؤ مع قنبش، أو حتى اتهامات وصلت إلى مشاركته بتهريبه وتصفيته؟ شوف عزيزي، الأبيض والأسود لن يكونا أبدا رماديان، يا أما أبيض يا أما أسود. هنا لدينا وزير نزيه، لدينا وزير مهني اللي يقصد به وزير الداخلية سيد عبد الأمير الشمري، وهنا يعني ولدينا في مكان آخر رجل فاسد معروف عن الفساد ومعروف عن التجاوز على حقوق العراقيين ومعروف عن الارتباطات المخابراتية، يقوم بالتوجه إلى دول معينة لغرض تسريب المعلومات تحت مسمى إيجاد حلول يعني لمشاكل معينة، لكن الحقيقة هو عمل ارتماء بالحضن المخابراتي والتآمر والتخابر على مصلحة العراق، فبالتالي لن يمتزج أبدا ولا يكون أبدا على توافق. يعي تماما الشخص الثاني، ولا أريد أسميه كي لا أقاضى، الشخص الثاني هنا يحاول اصطياد وزير الداخلية، لأن يعي تماما أن معالي وزير الداخلية سيأتي يوم لقاضيه، ولا يهاب، لأنه المجرم والمدان والعميل شخص مبتذل وغير. هذا ما كنت تقصده عندما ذكرت قبل قليل ضرورة إيجاد معالجات حقيقية من قبل رئيس الوزراء؟ أنا أقصد أنه دولة رئيس الوزراء بيده السلطة العليا، وبالتالي لديه ملفات عن أناس مفروضين على السلطة العراقية، على التنفيذية العراقية، وعلى وزير الداخلية العراقية الذي نثق به تماما أن يواكب ويساند ويؤازر دولة رئيس الوزراء، لأن الشخصيتان نثق بهم تماما، لحد اليوم يسيرون بالطريق الصح، ونتمنى من الله أن يسدد خطاهم من أجل العراق ومصلحة العراق. لكننا نرجع أن نقول لا نريد أن نمجد شخصيات معينة كي لا يأتي يوم لن نجد به يعني مصطلحات ننتقدهم، نقول نحن معهم ما زالوا سائرين بالطريق الصح، لكن قسما عظما إن أحسسنا أنهم تحولوا باتجاه آخر سنحاربهم بشدة وبكل ما نستطيع. طيب. إعلاميا وحتى النزول إلى الشارع. واضح سيد عدنان. أعود لك مرة أخرى سيد قاسم، يعني قضية تهريب قنبش كانت محرجة للحكومة، تعتقد ما مدى الإحراج اللي كان راح تواجه الحكومة لو لم تتمكن
من تنفيذ الخطة والإجراءات بقيادة وزير الداخلية من استعادة قنبش وإعادة القبض عليه؟ نعم يعني سيدي الكريم، يعني عملية اختطافه أو خروجه من داخل السجن أو تهريه من داخل مركز التوقيف الكرادة كان بعملية نوعية بصراحة، يعني تم يعني رشا بعض الأطراف المسؤولة عن المركز، وهنالك أيضا بعض الممارسات السلطوية من قبل بعض الجهات المتنفذة، لكنهم بالمقابل أيضا عملية القاء القبض عليه كانت عملية نوعية، وكانت يعني حقيقة فعل يشهد له القريب والبعيد على أنه السيد وزير الداخلية يعني في تلك الليلة لم ينم الليل حتى تمكنوا من إلقاء القبض على قنبش، باعتبار أنه يعني خدش السيادة الوطنية العراقية عندما وضع أدوات وزارة الداخلية في مهب الريح. لذلك نقول أن الإحراج كان كبيرا جدا، ولو لم يكن يعني وزير الداخلية قد سهر على أن يعني يمسك الرجل لذهبنا باتجاه نظرية المؤامرة، باعتبار أن حتى وزارة الداخلية كانت مشتركة في عملية تهريب هذا الرجل. لذلك أقول هذه عملية نوعية وهي عملية بطلة، والرجل يسير في الاتجاه الصحيح. طيب، وهو حقيقة يعني لا زال لهذه اللحظة. طيب خلينا نستثمر الوقت، وسؤال أخير لك سيد قاسم. البعض تساءل ليش ما تم معاملة قنبش كما تم معاملة قضية نور زهير وإطلاق سراحة و إعادة الأموال اللي قام قنبش بسرقتها مع أعوانه؟ لم يسعفهم الزمن سيد الكريم، يعني بمجرد أنه تم إلقاء القبض على السيد قنبش يعني فارق الحياة وانتقل إلى رحمة الله تعالى. وعليه كان محتجز في كرادة مريم ومدان، هو كان مدان وكان قيد التحقيق، يعني لا زالت التحقيقات غير مكتملة، لأنه يعني حقيقة المفصل المحقق مع السيد قنبش يعني وجد أن هنالك لدى الرجل يعني أسماء كثيرة وهناك أسرار كثيرة، وقد حاول يعني إيهام المحققين أنه لديه بعض الأسماء، لكنه تم إخراجه قبل أن يبوح بها الأسماء، بمعنى أنه القضية كانت قيد التحقيق، لم تكتمل أركان التحقيق فيها كثيرا، لذلك عمدوا إلى إخراجه من داخل السجن ومن ثم إلقاء القبض عليه من قبل الأبطال القوات المسلحة في وزارة الداخلية، الذين حقيقة نقف لهم مجانا وكبارا لهذه العملية النوعية الكبيرة التي ساهمت برجوع هذا الرجل إلى مرة أخرى إلى السجن. واضح، الشكر جزيلا لكم عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي السيد قاسم العبودي، شكرا لك. وشكرا جزيلا لكم الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني، كنتم ضيوفا كرام، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.